أنطونيو فالنسيا بعد مغادرة وين روني للريد بولز تبع الإكوادور يحمل شارة القيادة وذي كورة والحارس نافاس. الليلة المباراة ليست فقط يعدي مارتشيلو على مستوى نقطة الجزاء وكارث بوير مرة أخرى أبرز فرصة لريال مدريد مدن. ومن لا يعرف سين الدين زيدان 45 عام ما عجز عن تحقيقه جوزيه مورينيو مع ريال مدريد حققه سين الدين زيدان الفوز بلقب الليغا ولقب دوري ابطال اوروبا في نفس الموسم احد اكبر اللاعبين في تاريخ تويلا الكره من توني كروس جول راموس 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 المطرقه الملكيه بكره على الارض وهذا الهجوم المعاكس يخدو بوجبا 3-2 بوجبا على يساره جاستين جارد يخير مخيتاريان لا غريبه من بول بوجبا مخيتاريان على اليمين ترجع لكاسيميرو التسويب قويه من البرازيلي قويه من البرازيلي كاسيميرو في وسط الميدان الدفاعي للملكي ريال مدريد هذه هي الراسيه الرهيبه من كاسيميرو ترتتم بالعارضه وتحرم الريال من هدف الاسبقيه بابرز فرصه على الاطلاق في هذه القمه الناريه المرة السادسة التي يحضر ريال مدريد في كأس السوبر توج 3 مرات في ألمانيا وذكرت بايل في حواره مع ليندلاف يعدي الوينيزو الحكم الإيطالي يتفرج شاهد ما شافش حاجة لقب دوري أبطال أوروبا آخر مرة توج فيها حامل لقب أوروبا ليج كان أتلتيكو مدريد الإسباني عمل يوفنتوس الإيطالي بايرن ميونخ الألماني أكس أمستردام الهولندي وتشيلسي الإنجليزي إيسكو يعدي ويمشي وترجع له ايسكو يحاول التصويب كرة بعيدة دخية ايسكو احد افضل الرجالات طبعا رجال سين الدين زيدان مدريدية بكل تأكيد وهذه كرة رائعة جول 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 لا ماذا يقول الحكم جول جول ممتاز هذه الإعادة وفي الإعادة إفادة كرة من داني كارباخال بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر ربما هنالك شبهة تسلل على كاسيميرو اللي بقى ينتظر في حكم الساعة المساعد ديليبراتوري واللي أقر الهدف وأسبقية مدريدية نارية القلعة المدريدية حسينة بحسنة تاريخية تفرض الهيبة والتقدير على مانشستر يونايتد في هذه الأوقات البحث عن روميلو لوكاكو أندر إيريرا 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 كورة بعيدة لماتيتش كانت في سانتا كلارا في الليفي ستاديوم يوم 23 يوليو الماضي انتهت بالتعادل في الوقت القانوني واحد ونمنيا ماتيتش ودربيان ومودريتش يدخل منطقة الجزاء وكريم كريم التسويب رائع دخية مدرب في تاريخ الليغا أحرز نقاط 100 نقطة في موسم 2011-2012 مع ريال مدريد الرابع مدرب في تاريخ الكرة الأوروبية زين زيدان أمامنا 58 مباراة كمدرب للريال 46 انتصار 8 تعادلات 4 خسارات نسبة نجاح تقدر بخمسة لليسار دارميان الإيطالي في الوضعية الهجومية لبول باكما الحكم الإيطالي يراقب الساعة وهذه كرة لوكاكو بالرأس يتفوق على ماكينة الأهداف قطعين والحكم الإيطالي يراقب الساعة كرة باكما تفوق لرافائيل فاران وفي هذه اللحظة يورن الإيطالي جانلوكا روكي على نهاية الشوط الأول حاول المرور بيل في التميد توني كروس يسدد كروس رائع دخية تسويبة ألمانية نارية وإسبانية رائعة لدافيد دخية توني كروس حلول وسط الميدان يا سلام نذكر أنه كاسيميرو ضرب كورة مخيتر لا يمر بمارشيلو خطيرة التسويب والركنية للريال التستراوي مارتشيلو يفتك الكرة لمخيتاريان يسدد ولكن كريس سمالينج في الاستماتة كريم يراوغ لكن سمالينج في التغطية ايسكو ايسكو يمادي كرة بايل كرة رايحة سلام جول جول يا
رائعة وممتازة من جانب ريال مدريد ببساطة بالعربي بالانجليزي بكل لغات العالم. الألقاب تتزين بريال مدريد وليس ريال مدريد هو من يتزين بالألقاب. فريق عريق رهيب مجيد زايم وخاصة الملكي الريال فعلا رويال. كرة رائعة كرة افتراضية تفوقت على البلاي ستيشن من جانب الفريق الملكي. إيسكو يا سلام، إيسكو الفنان، إيسكو الرسام، رونالدو بالعناق مع فريق الأحلام. براز جول بول بوجبا روميلو لوكاكو يرفض الهدية ومانشستر يونايتد. غريبة وعجيبة، عجيبة وغريبة، رأسية بوجبا تصدي نفس وتسويب للوكاكو خارج الإطار. يحرم مانشستر يونايتد من العودة بسرعة في المباراة. شوط ثاني ناري، شوط ثاني بشكل ثاني، لكن اليونايتد عنده الأسرع، عنده الإمكانيات وعنده اللون للقميص. وهذه كرة جول وكارث بايل التسويب والعارضة تتكسر. مارشيلو تسونامي مدريد الروية وهذه الكربخان يوزع ضاعت الكرة. لك يملك الحل على اليسار جارث بايل باليمين والعارضة تقول لا ومليون لا. شنو هذا يا الريال؟ شنو هالأداء الرويال؟ مانشستر من بعد راشفورد تميت النمنيا ما تحجني سادات جول 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 لاس الكل على العراقة والمجد والجماهيرية وألقابك الدولية صاروخية من نمنيا ماتيتش تصدي كيلر نافاس ولوكاكو يهز الشباك المدريدية ويرجع بالأمان المانشستراوية في لحظات تاريخية. المباراة مشاهدينا الكرام تعرف انطلاقة جديدة. مانشستر يونايتد بالسلاح النووي الأسمراني روميلو لوكاكو.